هذا ميساج بعثته لي، هذا ميساج بعثته لي متابعة، هو بعثوا لي حكاية جمعة ما أنا ما شفتوش. تقول في الميساج: على السلامة سهام، أنا نعرف واحد هو محسوب من الحومة بتاعنا، يسكن في النهج اللي ورانا، وهو هو راجل محلاه ولبس عليه والكل. قديش من مرة يعرضني والناس سمباتيزي والكل، ولمح لي اللي هو يحب يصحبني ويخرج معايا من الاول. اما بعد قال هذه كارت سيغ تابل، قال لي راني نصحبك، نحب نصحبك، نحب نخرج مع بعضنا. اما المشكل اللي هو معرس وانا هو محليه، ما انا حاسه بتاني بالذنين خاطر معرس، مش تنصحني يا سهام نخرج معاه ولا لا؟ به شوف عزيزتي، ضميرك خليها على الشيرة، مفهميش علاش باش تحس. باش نلخص لك بإيجاز، مفهميش علاش باش تحس بتأنيب بالضمير، على خاطر مش هو راقد في فرشه بجنب مرته وانتي مشيت اب جبدته وقلت له هاي اجا خرج معايا، هو اللي جاك وهو اللي لمحلك وهو يحب يخرج معاك، ما فكيتوش انتي من مرته، والا هو علاقته هو مرته محلاها تهبل وانتي جيت فسدت عليهم. ضميرك مرتاح يهبل شيخ جوك باهي، داكا؟ اذا كان هو عنده مشاكل هو ومرته يصلحوها وحدهم، انت ماكش مصلحه اجتماعيه، انت عندك حياه تحب تعيشها. شو نقول لكم في الكلام اللي يوجعكم؟ نعرف اللي هو ماهوش باش يعجبكم وباش يوجعكم، فهمت؟ على خاطر ما يعجبكمش، ما تحبوش تسمعوا الحقيقه، اما هذه هي الحقيقه. يمكن هي البنيه هذيا في الفتره دي ما تحبش السونجاج مع حتى حد، تحب تخرج وكعو وتصاحب وتخرج تعيش حياتها وكل شيء مع حد من غير ما ترتبط، تخرج معاه علاش لا؟ ما هيش هي اللي جريت وراها، هو اللي جاها وقال لها داكو. اذا هي ضميرها مرتاح وضميرها الناس الكل مرتاح، واذا كان هو عنده مشاكل هو ومرته يحلوا مشاكلهم بعيد، هي ما عندهاش حتى دخل داكو. واي واحدة اخرى زيدة راهو، اذا كان مش تصاحب واحدة معاك وهو جاك، اما بشرط راهو مش انت جيت وراه، كان انت جيت وراه انت لهنا حرامية وتعمل في مشاكل، كان هو جاك ولا بخبوزي ويحب يصاحبك صاحب على روحك جاوك به، تخرج مع راجل معرس وما يحكيش بيك خاطر هو باش يخاف على روحه، معرس ما ينجمش يحكي بروحه اني خرجت مع فلانه وفلانه وفلانه، ما يساعدوش. تخرج مع راجل معرس تعمل جو وتتفرهد وتخرج وتشيخ وشيخك وتمشي وتسافر وشوبينج وفازات، واحسن ما تخرج مع واحد فرخ ولد مرا شنيه نهار الكل وحتى ما عملت معاه شيء، حتى والله كان ما خرجتش معاه جمله، ومجرد انك تبعت له في ميساجات من العالم الكل يسمعوا بيك ويقول لها شوف فلانه هذيك شفت بعثت لي عزيزي، هذه كمان نكت، هذه كمان عملت بها وعملت بها. تخرج مع راجل معرس خير لك من 20,000 فرخ قاعد هكاك معناها ولد حومه ولا شنو ولد حومتك زعما زعما، لا 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 خاصة خلي عاد منك بلاد الحومه هذوكما بيهم غارة. تخرج مع راجل معرس وانت رايضة وشيخة، ريت حتى مرته وهي بيدها مش تستنفع، مش تقول لي عليه كيفاش مش تستنفع. ها مش نقول لك كيفاش، هو كي يبدا يخرج ويصحب على مرته مش يحس بتأنيب بالضمير، ديما عندك تأنيب بالضمير بشقة تجاه مرته، فهمت؟ مع ان هي تستاهل، راه خمس نقول لكم علاش هي تستاهل، باش يبدا يحس بتأنيب بالضمير، يقوم يجيب لها مرة دي كادو، شيخها حسيله ويبدا معاملته ليها باهية باش ما يحسسهاش اللي هو مصاحب عليها، دوك باش تبدل معاها 100,000 درجة، والله تلقاها مرته شيخة ماهيش فاهمة حد شيء، تقول لك اوه تبدل ولا محلاه معايا، اوه خاطره شيخ، شيخ مع الصنفورة الأخرى، علاش هي تستاهل؟ اوكي، وانا نعطي الحق لاي راجل يخون مرته، اي امراه تخون راجلها، انا مع الخيانه، اي مع الخيانه، وقتاش مع الخيانه؟ انا وقت اللي يبداو الزوز ماخذين بعضهم ما يحبوش بعضهم وماخذين بعضهم على مصلحه، وقت اللي هي ماخذته على مصلحه كيك سوا مصلحه اجتماعيه مكانته او خدمته او فلوسه ويخونك، تستاهل تستاهل، خليه يخونك. انا لهنا مع الخيانه، يخونك ويخونك ويخونك داكور. وإذا كان أنت زاد راجل وماخذ واحدة ماخذتك طمع فيك، يعني راجل ماخذ المرأة طمع فيها نفس الشيء راهو، إذا كان المرأة راجل خذاها طمع فيها أو أي حاجة أخرى، أو خاطر هو شايفها بنت عائلة خذاها، أما ما يحبهاش خذاها على خاطر بنت عائلة وتصون وكها ما حبهاش وعمره ما حبها، دونك بني خوني خوني، ولهنا الخيانة جائزة، خليه هو شيخ لهنا في حياته مش في بالو انت درشني لهنا، الخيانه تجوز وانا مع الخيانه لهنا داكا.
مش تقولوا لي وين المبادئ اللي هناك انت تشجع على الطفله دي كتسوح براجل؟ والله يجي نقول لك هاني قلت لك هي مادام وصلوا يخونوا في بعضهم معناها فما مشكله ما بيناتهم، معناها ما فماش حب من الاول، ما فماش سيس صحيح سيس كاسح. اوكي لو كان جاي فما يحبوا بعضهم عمرهم ما يخونوا بعضهم. دونك هنا بنت الناس ما عندها حتى علاقه، واحد جاي يحب يصوحبها صوحبي 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 وما تصوحبي كان هو، وردي بالك تصوحبي واحد مش معرس، تصوحبي كانك المعرس هذاك داكوغ.